هل المشاكل اللي انت كنت بتتعرض ليها كنت بتتعرض ليها لوحدك؟ هل هي اسباب شخصيه بينك وبين اداره النادي، ولا كان عدد كبير من اللاعبين عندهم نفس المشاكل بتاعتك؟ المشكلة تكمن في أنه حين جئت لفريق المصري في البداية، كان الموسم الأول مع فريق المصري موسم جيد جدا، لأنهم أهل بورسعيد جعلوني أشعر أن فريق المصري أسرة واحدة. وحين جاءني عرضا من السعودية، وكان يقدمون لي عرضا سخيا جدا، وفريق المصري رفض هذا العرض. وحينها لم أكن أفكر في المال، لأنني كنت أرى اللاعبين المختلفين، وكنت أقول لنفسي أن إذا ما كانوا هؤلاء اللاعبين يتعاملون معي بشكل جيد، لماذا أغادر هذا الفريق؟ هم يجعلون أشعر بالسعادة ويدعمونني بنسبة 100%، سوف أبقى معهم. وكان هذا في زمن كابتن إيهاب، وقال نريد أن نمنح أموتو بعض الشيء لكي يبقى في الفريق، وبالفعل بقيت في الفريق المصري. وبدأت وهنا بدأت المشاكل تحدث حين تغيرت إدارة النادي ووجود رئيس جديد. كان هناك بعض المشاكل هنا وهناك. وحين جاء رئيس الفريق كنت في نيجيريا وكنت أتحدث عبر سكايب، وكانوا يطلبون مني أن أعود. تعال يا أموتو نحتاجك. وأنا كنت أريد أن أغادر، لم أكن أريد أن ألعب، لأنني كان عندي مشاكل مع علي ماهر. هو مدرب رائع ومدرب جدا، ولكن أعتقد أنه كان هناك شيء لم يخبرونا به. هو كان يستخدم بعض السياسات الغير مناسبة معي. حين جئت كنت واحدا من أفضل لاعبينه، وكان يتحدث معي أب، وكان يقول لي أموتو هذه المباراة كانت رائعة جدا ونحتاج أن نفوز. وكنت أقول له حسنا سيد الكابتن سأحاول. وكان هناك مباراة مع حرس الحدود حين أحرزت هدفا، كان يشجعني، وبعد ذلك تغير كل شيء. أعطوني العقد الذي تحدثت عنه، وكنت وأصبحت عدوه اللدود، وكانوا يتحدثون لأصدقائي وكانوا يشتكون مني كثيرا ومن كل ما أفعله، وحتى لو أن أفعل شيئا. وكان يقول لي اذهب للبيت، لا أريد أن أراك. قلت نعم، وهنا بدأت المشاكل، وكانت مشكلتي في النادي. وسعادتي أن اللاعبين كانوا يحترمونني ويحبونني، ولهذا كنت أود أن أبقى في المصري بغض النظر عن تلك المشاكل، فإني لازلت أحبهم. أنا لست خارج الفريق، كنت أعتبر نفسي ما زلت معهم، لأن المصري الفريق الذي بدأت فيه في مصر، لذا فإني أحترم وأحترم لاعبيه، وأحترم أيضا السيد المحافظ، وأتمنى لهم جميعا